اللهم كن لإخوان المستضعفين في فلسطين، اللهم قوِّ شوكتهم وسدد رميتهم. مصريون يبدون تعاطفهم مع أحداث غزة. غالبية الشعب المصري وخاصة الشريحة المثقفة وهو ما أقرب إلى 90% عندهم هذه العاطفة الجياشة تجاه فلسطين وشعب فلسطين والقضية الفلسطينية. الصورة في الشارع تبدو مختلفة عن السابق. حماس ما تستاهلش اي حي رأفة من مصر. يا رب يهدي الحال على غزة وعلى مصر وعلى كل البلاد يا رب. مش فقط تعاطفه بس الشعب المصري من وجهة نظري اللي هو انغمس اكتر في مشاكله الداخلية. يا مقاومة فلسطينية بالقاهرة الف تحية. مظاهرات التأييد اصبحت في نظر كثيرين اقل عددا واضعف حماسا. محللون يجملون عدة أسباب وراء التغير الذي طرأ على موقف الشارع. انشغال الشارع المصري بالأحوال الداخلية خاصة الوضع الاقتصادي بالإضافة إلى ظروف التوقيت الخاصة بشهر رمضان. العامل الثالث المهم هو البيئة الإعلامية التي أصبحت تروج إلى انتقاد حركة حماس أكثر مما تنتقد الجانب الإسرائيلي بشكل عام. نعمل إيه يعني؟ هنروح نحارب عشان مين؟ قولي عشان مين؟ عشان إرهابيين قتلونا؟ رسائل من الإعلام المصري بدت متفاوتة. أنا بقول لعبد الفتاح السيسي إنه في ضميرك وفي رقبتك كل الجثث وكل الأرواح اللي في غزة النهاردة. بالرغم من أن التغيرات السياسية غيرت من وجهة نظر بعض المصريين من القضية، هذه حملة شعبية لدعم القضية الفلسطينية يعكف متطوعوها على جمع وتعبئة التبرعات الطبية لمساندة القضية التي طالما تعاطفوا معها. مواطنين مصريين جابوا لنا ما يقرب من 2 مليون جنيه وهناك إصرار على استكمال هذه الحملة، وفي ناس بتتكلم دلوقتي بيحاولوا ان هم يضغطوا علينا في ان يبقى في القافلة 1 و2 و3 و4 الى ان تنتهي هذه الحالة المأساوية في غزة. النهارده كان معانا اكتر من 22 مقر في حوالي 18 محافظة. حجم التبرعات اللي جالنا من المحافظات بصراحة كان مبهر، يعني قد يكون أكتر من يعني اللي اتجمع هنا في القاهرة في المركز. يرصد المراقبون تراجعا في حجم التظاهرات الداعمة للقضية الفلسطينية في الشارع المصري، لكن ذلك اقترن بتنامي وسائل مبتكرة أخرى للتعبير عن التضامن. علي جمال الدين، BBC، القاهرة.